اتكلم. انا ها اتكلم يا حسون. اصل في حاجه حلوه عاوز اقولها لك. قول ايه هي الحاجه الحلوه دي؟ حلاوه حنيه. يا سيد يا بدوي، انا لا عارف اكل ولا اشرب ولا نام ولا ذاكر ولا اعمل اي حاجه. تتكلم جد؟ اه والله، وحصلت السنه دي ان شاء الله، وادي كان رئيس المحاضرات ما اتفتحتش اهي. ومن ايه ده؟ ايوه يا عم طبعا يا سيد. ما قلتليش من ايه ده؟ منك انت. جمالك مسح بنات الجامعه باستيكه والاستيكه اهي. حبك كلبش في قلبي زي ال القرادة. ايوه بالظبط زي القرادة، والقرادة اهي. ده غلول. نعم. يا حلاوة. بسيتني يا ولد، بسيتني. أول مرة في حياتي أتباس، محدش باس لي قبل كده غير أمي، والنسوان اللي في البلد لما بكون عيان، وده اللي جاب لي العيب. المرة الجاية أنت تبوسها بقى. إزاي؟ زي بتوع السيما. زي بسيما كده. خد عليك كده، تقعد، خليك واقف بقى، وتروح حاضنها كده، ها؟ وتروح. إيه غلط؟ أنت عاوزة نصيحتي يا نوجة يا أختي؟ ايوه والنبي قولي لي. مش بتقولي ان الواد زغلول ده فلاح وجلف كده؟ قفل كمان. معلش، ما هو دي معناها انه راجل حمش ناشف، يحب ان الست تحترمه وتقول له سي زغلول. سي زغلول؟ ايوه، لازم يحس انه سيدك وتاج راسي، ومهما عمل اوعي تقولي له تلت التلاته كام. مهما عمل؟ مهما عمل، حتى لو بس كمان. طيب. شاطرة يا نوجة، شاطرة أوي، شاطرة أوي أوي. ماسك كفاية بقى. شاطرة. واحدة بقى ده بتوع السيلة. هما كام بنت اللي قعداهم معاكي في الفيلا؟ ستة. إقامة كاملة على حسابك؟ غلابة. ومين اللي بيخدمهم دول؟ عندي في الفيلا اتنين طباخين غير الجنايني والبواب طبعا. ما شاء الله. لكن عمك ما بيقولش حاجة؟ عمي لارج قوي، باشا من بتوع زمان. نفسي اتعرف عليه. ها؟ اصله سافر امبارح. فين؟ العزبة. وعزبة كمان. بالحق فكرتني، لازم اكلم مصر ضروري. انا عندي خط مباشر في المكتب. كده اهو بقى كلكم كويسين. ماشي. انا كويسة قوي قوي يا ماما. المهم بابي ازايه؟ ميرسي. لما اراد العماره ولا لسه؟ عماره ايه؟ خلي بالك من نفسك يا بيسه يا بنت، مش عاوزه حاجه. المواصلات تعباني قوي يا مامي، لو ممكن من فضلك تبعتولي العربيه الزيتوني. زيتون ايه يا بنت؟ لازم نفسها في الزيتون بتاعك، ابعتي لها شويه. حاضر، هبعتلك صفيحه. لا بلاش السواق، انا هسوق الصفيحه بنفسي. العربيه. ميرسي. باي باي يا ماما، هكلمك تاني. ما كنتش عارفه ان عندك سكرتيره حلوه بالشكل ده. مش احلى منك يا بيسه. ابعد يا مجنون. مجنون بيكي. مش قادر بقى يا بيسه، مش قادر. ما
بموت فيك. هي الساعة كام؟ ما تسأليش عن الساعة أبدا لما تكوني معايا. كفاية الأيام اللي ضاعت مننا. الساعة 11 دي سندريلا؟ اه ده حتى سندريلا كانت بتروح الساعة 12. بيزا هتوحشيني. صحيح؟ قوي. هشوفك بكرة؟ لا الليلة. ازاي؟ هجيلك الفيلا. انت مش بتقولي عمك مسافر؟ والبنات بعد ما يناموا. ما هو بس عمي موقف حرس اللي و... هيتعرض لي هقتله. طيب مساء الخير يا عم علوان. مساء النور. خلي بالك من الفار. خديني جنبك بقى نفكر سوا. أما الحب ده لذيذ بشكل يلا. احنا ما كناش عايشين يا جدع.